انا ساسال سعاده النائب علي السنيد. اولا جاوبني على هذا السؤال تحديدا. ارجوك اعطيني الوقت. حاضر بس ما تسهم ما تسهم وتقول الاحداث صارت انا متابعي. لا ارجوك يعني يجب. هل هناك كتل في البرلمان تستحق هل هناك كتل في البرلمان تستحق ان تشكل حكومه؟ هذه اسمح لي هذه كتل هشه. كتل اصلا لم ربما على بنيت على اسس عشائريه، ربما بنيت على اسس لا اعرف كيف، ولكن ليس على اسس ايديولوجيه على سبيل المثال. يعني ما هي الكتله التي اسست على اساس ايديولوجي؟ ايضا هناك نسمع يعني نحن في الاعلام نفس الكتلة، هناك من يريد أن يحجب الثقة، هناك من يريد أن يعطي ثقة بنفس أعضاء الكتلة. كيف تريد من هذه الكتل طبعا على منطقك أنت المفروض الوسط الإسلامي يشكل الآن حكومة؟ هل الوسط الإسلامي تحديدا قادر على تشكيل حكومة؟ لا لم أقل الوسط أكثر الناس ثم عندما بدأ المجلس القضية ليست كذلك. يعني الكتل البرلمانية في البرلمانات الأوروبية هي التي شكلت حتى الحياة الحزبية، يعني سبقت الحياة الحزبية. الآن الكتل البرلمانية عندما يناط بها مهمة تشكيل الحكومة ستأتلف هذه الكتل، ومعروف في الديمقراطيات أن الكتل أن ائتلاف الكتل يشكل حكومة، والجزء الآخر في البرلمان ينقلب إلى حكومة ظل وتتداول السلطة بين برنامجين. الآن عندما هذه الكتل يناط فيها بها مهمة تشكيل حكومة هي معنية أن تنتقل إلى الشارع وأن تشكل حياة حزبية وأن تشكل تيارات في الشارع، وبعد ذلك يجرى الانتخابات على يعني نكون بدأنا على الأقل أننا انتقلنا خطوة للأمام، ومع الأيام تتعمق هذه التجربة وتصبح أفضل. يعني نحن في الأردن شكلنا حكومات وبرؤساء حكومات لم يجد أردني بهم الثقة أو لأنهم يستحقون تشكيل مثل هذه الحكومات. فألا يكون يعني هنالك فرصة للبرلمان الأردني؟ نحن في 2012-13 على الأقل أن نبدأ تجربة الحكومات البرلمانية ولو كان وقعت جزئية. بعض الأخطاء بعد ذلك صار إلى يعني تعمق التجربة ونصبح أمام حكومات برلمانية حقيقية تنقذ المشهد الأردني. نحن نريد أن نخرج من حالة الاضطراب التي قد تدخل إلى الأردن في أي لحظة إذا بقيت هذه الحكومة تمارس سياساتها المصادمة للشارع. وأنا أقول أن ما جرى من مشاورات في الديوان الملكي وأيضا من مشاورات في البرلمان إنما قصد من وراءه إشراك النواب في تحمل مسؤولية سياسات هذه الحكومة التي هي ليست برلمانية. يعني توريط البرلمان ليكون مسؤول أمام الشارع عن سياسات هذه الحكومة. كانت في المرحلة السابقة توجه الاتهامات لجهة التعيين الجهة القصر، الآن يراد نقل هذه الحكومة المسؤولية للبرلمان دون أن يكون للبرلمان دور حقيقي بتشكيل هذه الحكومة. نحن نقول إذا أردتم أن ننتقل سياسيا أن ننتقل لمرحلة قادمة ليترك للبرلمان الخيار، وإن شاء الله أن يكون إذا تمكن البرلمان من إسقاط هذه الحكومة يترك للبرلمان الخيار في تشكيل حكومة برلمانية، ولنعطي التجربة يعني الفرصة الكافية، وبعد ذلك إذا تمكننا أن يصار إلى تشريع قانون انتخاب توافقي في الأردن ننتقل بعد ذلك إلى أن تصبح الحالة الشعبية أفضل وأن تفرز نواب بشكل أفضل ونتداول الحكم بين الأقلية والأغلبية وننتقل سياسيا. طيب. الآن أنا أقول ذلك لأننا ندعي أننا بمرحلة إصلاحية، ولأن بيان الحكومة يعني بشر بمرحلة إصلاحية وكأنه اعتبر أننا حالة فريدة عن هذا الإقليم وكأننا انتقلنا، وطبعا الكلام يعني بعيد كل البعد عن حقائق الأمور. الإقليم العربي خاض الربيع العربي بشقيه السلمي والعنيف. مثلا بعض الدول كانت أفضل في قراءة المشهد مثل المغرب العربي، وتمكنت هذه الدولة من إعادة يعني إصلاح بنيتها السياسية، وانتقل الملك إلى جهة حكم بين الحكومة والمعارضة بين السلطة، وتم يعني تجربة سياسية جيدة وأخرجت الملك خارج نطاق المسؤولية. أيضا الدول العربية التي خاضت الربيع العربي الأخرى بشق العنيف، هذه الدول يعني يحدث الآن تغيير في بنيتها السياسية والاجتماعية والثقافية، وهذا التغيير سينجم عنه في المستقبل أنظمة جديدة. إذا بقينا نحن على هذا بهذا الاستعصاء ومراكز القوى تحاول أن تمنع حتى الفكرة الملكية الجيدة، فكرة الانتقال للحكومات البرلمانية فكرة جيدة وكان ممكن أن نقول أنها خطوة نحو الإصلاح تم وأدها، وبالنهاية للأسف أعيد نفس الرئيس السابق الرئيس الحكومة الكلاسيكية السابق ليكون رئيس المرحلة البرلمانية، وكأننا يعني نتذاكى على هذا الشعب وكأن الأردنيين لا يدركون يعني الأوضاع. طب ساعتنا أنا أسألك سؤال محدد جاوبني عليه عشان يعني موضوع الحلقة.
الآن صعدت نائب معتز برومان قال لك إن هذا البيان عميق ومفصل وجيد بمعنى آخر يعني, ويعني يتمنى هو أن يعني فعلا يطبق ما فيه على أرض الواقع, بينما أنت قلت إنه بيان هش. طيب هذا البيان بالتفصيل, بيان هش لماذا سيدي؟ نعم يعني أنا أقصد بذلك أنه الآن نحن نتفق أو لا نتفق أن هنالك أصل المشكلة في الأردن, والإصلاح يجب أن يأتي إلى هذا الأصل. يعني إذا أردنا هنالك يعني إجراءات قد لا تتعامل مع المشكلة الحقيقية, ونقول أننا نصلح, لكن يعني إذا كانت أساسات البيت تتصدع وجاء المهندسين وقالوا أن هنالك وضح لي مع أمثلة يعني مثلا الوضع الآن أنا أتحدث عن الآليات السياسية التي تفرز السلطات, الخلل في هذه الآليات. إذا أبقينا على نفس الصيغ السياسية وعلى نفس الطواقم السياسية وعلى نفس الوجوه وعلى نفس الخطاب البيانات الحكومات, نحن نتعامل مع الأزمة بشراء الوقت, وهذه الأزمة تتعمق في الداخل وستنفجر بعد ذلك في وجه النظام. ومع ذلك قل لي ما رأيك في اسمح لي نقول مثلا أن البيت تتصدع أساساته ويأتي الإصلاح, تقليم أشجار الحديقة أو تغيير لون الجدران, ونقول نحن نصلح في هذا البيت حتى ينهار هذا البيت للأسف. يعني البيان أنا حتى أعدت قراءته اليوم يعني لم يترك شيء إلا ومن بيانات الحكومة السابقة إلا وجاء به كويس. لكن ليس له آليات للتطبيق وليس له جدول زمني ولا يتعامل مع حقائق المشكلة. أقول لك يعني حتى مثلا مشكلة الجامعات سنتعامل بحزم مثلا مع التعليم الجاري مثلا بالبيان سيتم التعامل بحزم على ما أذكر. مثلا المشكلة السورية إن أننا الحل نؤكد على الحل السلمي للأزمة السورية, واليوم تنزل قوات أمريكية في الأردن. قضايا الإصلاح والتعامل مع الإصلاح يعني التبشير في أن هناك إصلاح, قضايا مثلا القطاع الزراعي, قضايا القطاع الصحي, القطاع التعليمي. القطاع التعليمي نحن استعدنا روح الغزوة في جامعاتنا, نحن تنهار الآن. نتحدث عن الكفاءة والجدارة, ومعروف أن الأدواء أن هنالك جهات تعين القيادات في كل القطاعات, إلى درجة أننا وصلنا إلى هذا الفقر في أداء المؤسسات وفي ضعف أداء المؤسسات, وأصبح المواطن يجد صعوبة بالغة في التعامل مع المؤسسات لأنه أصبح يحتاج إلى واسطة كي يتم يعني كي يحصل على هذه الخدمات من مؤسسات الدولة. يعني لأن القيادات القيادات يتم تعيينها في هذه المواقع. طيب بناء على يعني ليس الكفاءة. ساعتنا كويس, ساعتنا معتز برومان بيان ليس له آليات تطبيق, يعني كله حكي إنشاء هذا وليس له جدول زمني, سنتعامل مع الكذا سنفعل كذا, وأول اختبار بسيط حقيقي بالأزمة السورية, يعني مصرين على الموضوع السلمي وحل السلمي, وقوة أمريكية هون عندنا بتنزل في شمال المملكة. يعني هذا البيان على أساس تقول عميق ومفصل. يعني أنا على فكرة بالمناسبة هل أستطيع أن أكتب بيان أفضل منه يعني أو أنت؟ يعني أنا كتبت كلمة إن شاء الله أنها تكون يعني أفضل من البيان. إحنا نحن نكتب في إطار الرد على البرنامج. طيب. الإشي الطبيعي إنه يكون برنامج لن يتحقق إلا بموجب موافقنا على الموازنة المقدمة إلينا, ويعني مش كل شيء موازنة, نحكي عن يعني أمور حتى يعني سياسية يعني, يعني يعني بدنا نعطي الأمور حقيقتها. البيان في محتوى حتى زميلة تفضل وقال في موجود فيه خطط, ولكن هل سنراها على أرض التطبيق؟ أنت داخل نفسك قناعتك أنه سنراها على أرض الواقع؟ يا سيدي احنا في موقع المسؤولية الآن, نحن أمام مسؤولية تشاركية مع هذه الحكومة. نحن أنا بجوز بتختلف بشكل بسيط مع زميلي وأخوي سنيد, احنا مطلوب منا أن نكون في مسؤولية تشاركية. احنا انتخبنا هذا الشعب لكي نعبر عنه ولكي نكون في إطار, وإذا بكرة كمان تحولت لحكومات برلمانية نصبح في إطار التشريع والتنفيذ كويس. فمطلوب أن ننفذ هذا, ولكن هاي هناك تذاكي على الشعب, هناك نعم. حيلة بدي سعادة نائب هناك حيلة قالها لك نعم. الحيلة هي كالتالي, هو إشراك النواب في بكرة إذا رفعوا الكهرباء أو رفعوا الطاقة أو أي المحروقات, انتم الذين اخترتم هذا رئيس الوزراء فانتم المسؤولون سيدي. بس انا يعني بالامس انا والله حاب احكي بالعمق. لو تقول لي بالعمق خليني احكي بالعمق. نعم. نحن ننظر الى الحاله وكانه هنالك آلية, إذا كبسنا زر غيرنا هذا الرئيس وجبنا رئيسنا من الصحابة, واللي جبنا رئيس من 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 القادة العظام وحطيناه ستنحل مشكلة الموازنة. يا أخوان إذا تحدثنا في العمق ترى إذا لم تعلم فتلك مصيبة, وإذا كنت تعلم فالمصيبة أعظم. أنا بالنسبة لي أعلم أن هنالك مديونية قيمتها 18 مليار دينار, هنالك عجز سنوي متراكم 3 مليارات. يا أخي هل تغيير الحكومات سيتفادى العجز؟ طيب خليني أحكي أنا وطارق, أنت بجوز محايد طيب أحكي لي. سنروي واقع, تولى رئيس الوزراء منصبه في منصف العام السابق
تفاجأت أنا كابن هذا الشعب وتفاجأ الأخ وأنت بارتفاع مفاجئ لأسعار الغاز والبترول. في مطرح الرد وفيما تكلم به دولة الرئيس في ذلك الوقت قال أن الحكومات التي تعاقبت كانت تتستر على الأزمة حتى أصبحت هذه الأزمة كارثة. طيب اليوم احنا امام أزمة طاقة مستجدة علينا، 96% من الطاقة تستورد من الخارج. طب انا هل الذي اقدمه هو فقط ان اغير الوزراء والوجوه والحكومات والأزمة تتعاقب؟ لا، انا لازم احل المشكلة. لازم، ممتاز، سؤالك هو اللي مندور عليه، احنا كنواب كنا مندور على هذا السؤال. تمنيت على زملائي ومع احترامي الشديد لما تقدموا به وتفضلوا تحت القبة ان يطرحوا الحلول اكثر من طرح المشاكل. يا اخي المشكلة والله شايفينها، والله ابن والله جدتي وجدتك عارفة انه في مشكلة. طيب كويس، طب شو الحلول؟ خلينا احكي مثال مبسط عشان الحلقه وقت. بس عفوا استاذ محمد، حلول الحكومه هي اللي تحط حلول مش احنا يا سيدي. انا الحكومه احنا انا سألزم سألزم كوني منتخب من ابناء هذا الوطن من هذا الشعب بان يسمع الحل الذي ساطرحه على الاقل اناقش به. لو كان غير عبد الله سولا كنت اعطيت ثقه الاخ امين العمري. انا بجوز نفس الاتصال كان سابق من امين العمري في اول لقاء انا وياك برضو، ربما. نعم، وهو يا اخي حابين نتعرف عليه ونناقشه لماذا هو قال انا كشاب مش شايف قناعه او كذا. انا والله دائما في عندي مناظرات وبقعد مع شباب على المنتدى 25,000 شخص الحمد لله ناخذ ونتناقش في هذا المنتدى. يا ريت انه بيوم من الايام يسعدنا بوجوده ويزكينا بافكاره ممكن نتبناها. نحن مع الشباب. انا شخصيا انطلقت من رحم الشباب، واذا كان هو يمثل الشباب وعنده افكار فلماذا لا يطرحها ويرحب به دائما. فيما يتعلق بالنقطه اللي حكاها عبد الله نسور، لا اقزم الوطن لا بالسلط ولا اقزمه بعبد الله نسور. الوطن كبير، لا يعيبني ان اكون ابن البلقاء وابن السلط، لكنني ايضا ابن الاردن الكبير. انا عندما نزلت الى الانتخابات ترشحت باسم هذا الوطن الكبير. نحن جميعنا كفكر إذا لم ننتقل من مرحلة التقزيم والعشائرية والجهوية الصغيرة إلى مرحلة الوطن الرحب الوسيع، كيف سيتقدم وطننا؟ دعك من ذلك وتابع تابع بالنسبة للبيان. وبالتالي الجواب واضح من طيب. كنت ستقدم حلول. بدي أحكي على حل منطقي بسيط. 850 مليون دينار قيمة المنحة السنوية من دول الخليج. للأسف هذه المنحة بتروح على وزارة التخطيط. وزارة التخطيط بتبلش تفكر كيف توزع هاي المنحة. المنحة بتذهب إلى ترتيبات، خليني احكي، دراسات جدوى اقتصادية الشركات، توجه دعم لمؤسسات بتشارك بالمسابقة، بيوجهوا لي دعم خطط باص سريع وباص بطيء وخطط، يعني ما لا تستغل المنحة للأسف. استغلال الأمثلة. من استغلال الأمثلة. عندما يكون الجروح بإيدك مش هتروح تعالج رجلك، بلش عالج إيدك بعدين روح انتقل على باقي أجزاء جسمك. بقول له لا، أنا بقول لو أردنا اليوم على القطاع الخاص، عندنا قطاع خاص يمتلك الأموال، رؤوس أموال عملاقة في الأردن، معروف هذا الإشي. طيب أنا إذا بعرض عليك اليوم بقول لك 10% من قيمة استثمارك هو عبارة عن منحة غير مستردة من الحكومة، بمعنى أن مخاطر الاستثمار إذا وصلت ل 9% أو 7% معناته أنت بالسيف سايد، أنت مش خسران. طيب أنا بطرح اليوم 100 مليون وبطرح عطاء في الجرائد وبسمح لأي مستثمر أردني، أعطي الأولية للمستثمر الأردني أولا، للضمان الاجتماعي للوحدة، وحدة استثمار عندها 6 مليارات، بطرح لجميع المواطنين الذين لديهم قدرة أنهم يشاركوا أنه تعال يا عمي مني أنا 10% مخاطر استثمارك علي وقدمني ال 100 مليون بيجيبوا 900 مليون، بصير عندي مليار دينار استثمارات في الطاقة. هل تعلم انه المليار تستطيع ان تبني فيهم 10,000 وحدة شمسية في ارض صحراوية في جنوب معان مثلا، منظومة رياح؟ طب احنا اليوم على مدى بس اكمل اللي طرح. عن جدتك وجدتي اللي بقدموا مشاكل بس لو تكرمت لو تكرمت انا ربط تنفيذ هذه الحلول فيما يتعلق ترى الثقة للعلم في معلومة مهمة لازم تحكيها انت على المشاهدين بجوز بشارك في اخ سنيد. الثقة ليست فقط غدا او بكره، الثقه دائما منذ 4 سنوات. كويس. اذا 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 وضعنا نحن كنواب وطن برنامج، بس اكمل لك، اذا وضعنا برنامج وهذا البرنامج وافقنا عليه جميعنا كنواب ووافقت عليه الحكومه ثم جاءت الحكومه لتغير في البرنامج نستطيع طرح الثقه. وبالتالي خطه بسيطه زي انا حكيت لك اياها، بقعد مع وزير التخطيط